السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم وصفة رائعة جدا، ومن الوصفات التي أكيد ستنال إعجابكم، أن هذه الوصفة أو هذا الكريم الذي سنحضر في هذا الفيديو سيدوم معكم مدة طويلة في الثلاجة، ويمكنكم عمله مرة واحدة والاستفادة منه مدة طويلة. كما تلاحظون معي، كريم بهذا الشكل، كريم ثقيل بهذا الشكل الذي سنحضره، فقط بمكونات بسيطة جدا، وسيساعد على تبييض البشرة، على تفتيح لون البشرة، أيضا على إعطاء النضارة. وحتى من تعاني من الكلف ومن البقع الداكنة، فهذا الكريم أكيد سيعطيك نتيجة رائعة. شوفوا معي قوام هذا الكريم، قوام رائع جدا، مع أن رائحته جيدة ومكوناته كلها غنية، وأكيد ستنال إعجابكم. الناس الذين يشاهدون القناة لأول مرة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، وذلك بالضغط على زر أبوني الموجود أسفل الفيديو، أيضا تفعيل الجرس للتوصل دائما بجديد الفيديوهات. لمعرفة طريقة تحضير هذه الوصفة تابعوا الفيديو إلى الآخر، ولا تنسوا لايك للفيديو. سأبدأ معكم المرحلة الأولى من تحضير هذا الكريم الذي يفتح البشرة بشكل رائع جدا. سنحتاج إلى حزمة من البقدونس بهذا الشكل، نكون نظفناها بالماء فيما قبل، ونترك العيدان، يعني لا داعي لإزالة عيدان البقدونس سنستعملها في هذه الوصفة. وسنحتاج أيضا إلى ماء مغلى، يعني حزمة من البقدونس، يعني بهذا الحجم كما تلاحظون معي، مع ماء مغلى. سأخذ كسرونة سأضع فيها البقدونس بهذا الشكل، بعد ذلك سأضيف الماء المغلى، مقدار كأس كبير من الماء المغلى، تقريبا 250 مللتر من الماء. سأضع هذا المزيج فوق النار يغلي لمدة 10 دقائق، بعد ذلك سنكمل هذا الوصف. بعد أن تركت الخليط يغلي لمدة 10 دقائق، قمت بأخذ خلاط الكهربائي، سأضع فيه هذا المزيج، وسأقوم بخلط كل هذه المكونات جيدا. بعد ذلك سنأخذ إناء وسنقوم بتصفية هذا المزيج بهذا الشكل كما تلاحظون معي. سأترك هذا المزيج إلى غاية أن يبرد بشكل تام. كما تلاحظون معي، بعد أن يبرد هذا الخليط سأضيف إليه ملعقة كبيرة من النشا، ملعقة مملوءة جيدا من النشا، كما يمكنكم وضع ملعقتين إذا كانت كمية الماء لديكم كثيرة. وسأمزج باستعمال هذا الخلاط لإزالة جميع الكويرات الموجودة في هذا المزيج بهذا الشكل. سيصبح الخليط لونه أبيض بهذا الشكل. هذه الوصفة فعلا رائعة، معروف البقدونس يعني فوائده للبشرة، بالإضافة إلى النشا الذي يساعد على تبييض البشرة، يعني هذه الوصفة ستعطيكم نتيجة رائعة جدا. بعد ذلك سأقوم بإرجاع هذا المزيج إلى الكسرونة، وسأضعه فوق النار لغاية أن يصبح ثقيل هذا الخليط، يصبح ثقيل مع التحريك طبعا. سنستمر في تحريك هذا المزيج بدون توقف وهو فوق النار لغاية أن يصبح ثقيل هذا المزيج، ضروري عدم التوقف من التحريك عند وضع هذا المزيج فوق النار، ونتوقف عن التحريك عندما يصبح شكل المزيج بهذا الشكل كما تلاحظون معي، يكون كريمي وثقيل. الآن سأخذ إناء سأضع عفوا فيه هذا المزيج. هذا المزيج يعطيكم كمية كثيرة، ويمكنكم استعماله حتى لمدة أسبوع، يبقى صالح في الثلاجة، لا يفسد هذا المزيج. لذلك يعني طريقة عمل هذه الوصفة سهلة، يعني تحضروها فقط مرة واحدة وتبقى معكم لمدة أسبوع. بعد أن يصبح المزيج كما تلاحظون بهذا الشكل، سنضيف له بعض الزيوت التي تساعد على ترطيب البشرة. نعرف أن البقدونس والنشا لديه العديد من الفوائد للبشرة، فبعد ذلك سنضيف الزيوت. أنا سأضيف زيت الأرغان هو الذي سأضيف، وسأضيف القليل من زيت جوز الهند، وكما تلاحظون أضفت أيضا زيت جوز الهند، وأمزج كل هذه المكونات جيدا مع بعض.
هكذا تكون الوصفة جاهزة، وصفة رائعة جدا، لا توجد بها رائحة البقدونس رائحة قوية، بل هناك رائحة جميلة في هذه الوصفة. يصبح عندكم خليط كريمي بهذا الشكل. بعد ذلك من الأفضل وضعه في علبة لأجل الاحتفاظ به. كما تلاحظون معي قمت بوضع هذا المزيج في علبة، نتركه إلى غاية أن يبرد، بعد ذلك يمكننا استعماله. طريقة عمل هذه الوصفة، نقوم بتطبيق هذه الوصفة على الوجه بكامله، فقط نقوم بدهن الوجه بهذا الكريمة، كما تلاحظون كريمة رائعة جدا وكريمة ثقيلة. نقوم بدهن الوجه كامله بهذا الكريمة ونتركها لمدة 20 دقيقة 30 دقيقة إلى غاية أن تجف هذه الكريمة بشكل تام على الوجه. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد. هذه الوصفة يمكنكم عملها بشكل يومي، تساعد على تبييض البشرة، إزالة البقع الداكنة الموجودة في البشرة، تفتيح لون البشرة وإعطاء نضارة رائعة جدا، لأن معروف النشا والبقدونس معروف الفوائد ديالو في تبييض البشرة. هذه الوصفة كما قلت بعد أن تبرد بشكل تام، نقوم بوضعها في الثلاجة ونقوم باستعمالها بشكل يومي، تدوم معكم لمدة أسبوع دون أن تفسد في الثلاجة. ضروري جدا يعني إغلاق هذه العلبة بعد الاستعمال، وعند استعمال أخذ بملعقة تكون نظيفة، ونقوم بوضع غطاء للعلبة للمحافظة عليها مدة طويلة جدا. يعني بالنسبة لطريقة عمل روتين بهذه الوصفة، فقط بالاعتماد على هذه الوصفة، أولا تقوم بغسل الوجه بالماء أو بأي جيل منظف تستعملونه أو بأي صابون تستعملونه. بعد ذلك نقوم بتطبيق هذه الوصفة وتركها إلى غاية أن تجف بشكل تام، ونقوم بغسل الوجه. وآخر مرحلة هي ترطيب البشرة، مع أن هذه الوصفة تترك البشرة رطبة لأن فيها زيوت، ولكن ضروري من ترطيب البشرة بشكل يومي كما أقول دائما في الفيديوهات. في المساء نقوم بالترطيب سواء باستعمال سيروم أو كريم مرطب. هذه الوصفة ستبدأ تظهر معكم النتائج من الاستعمالات الأولى لها، ما عليكم فقط المداومة عليها للحصول على نتيجة رائعة جدا. سأقدم لكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة صابونة بالبقدونس، سبق أن قدمتها منذ سنتين أو 3 سنوات على قناتي في اليوتيوب، لكن سأعيد تقديمها لكم، صابونة البقدونس اللي هي أيضا مفيدة جدا في تبييض البشرة وتعطي نضارة للبشرة. شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو، أتمنى فعلا أن تجربوا هذه الوصفة وأن تنال إعجابكم. لا تنسوا زيارة حسابي على الانستغرام، أنا ممكن سأتركه لكم أسفل هذا الفيديو. إلى اللقاء إلى فيديو قادم بإذن الله.